السلام عليكم، معكم واطن حمدي فهم اخبار ديال هاد السيمانه. في واحد المستشفى ديال الاطفال في تاونات كيتبين في واحد الفيديو بان واحد السيده هي وراجلها مدابزين مع واحد الممرضه. هذيك السيده هزات قرعه ديال الدجاج وضربت الممرضه الراس وحلت حتى واحد الحله خايبه. شوفوا معنا هذا الفيديو. ديال روسيا 2018 وكيف ما تتعرفوا بزاف ديال الجماهير سافروا باش يتفرجوا في المنتخبات ديالهم، ولكن البعض منهم مازال لحد الان مشدودين تما في روسيا وكيقولوا بانهم مشدودين في واحد السونتر ولكن راه بحالو بحال الحبس. وجاتنا بعض المصادر السبب باش شدوهم في هجره سريه وشدوهم في الحدود وتعداو عليهم وتكرفصوا عليهم ديال بصح، حتى درجه ما ولاو طالبين السله بالعنب، والاغلبيه منهم جزائريين والمغاربه والتوانسه. خير خاوتنا الجزائريين او محقرين خاوتنا، رانا في موسكو. شوف كيفاه ضربوها حبيبي، انا في سان بيترسبورغ، هذا حبس خاوتنا ماهوش سونتر، راهم ضارينا حبابنا، رانا ناكلو في الصبه، رانا نشربو من الطواليت. شوفوا بزاف، شوفوا كيف رانا عايشين في شنابر. السلام عليكم الشباب، كي دايرين؟ بخير الحمد لله. نرى المغاربة هنايا في السونتر في سان بيترسبورغ، سي برك مركز اللوجر. شوف الدراري خاوتنا، شوف دراري مغاربه جزائريين ومصريين. المهم راه مشدودين دابا تقريبا 25 يوم في هذا السونتر، داروا معنا 10 ايام يصيفطونا والو ما كاينش، ودراري مشاو ليهم ديفور وما كاينش تعويضات على دوك الفولات. يعني قالوا لك الا بيتقطع يعني خصك تقطع بواحد 7000 درهم ولا 8000 درهم، ودراري كاين اللي قطع وما مشاش كدوه حتى المطار ويردوا يقولوا لا عندك اسكار ولا عندك شي مشكل. المهم سميتو ورا الدراري مكرفسين هنايا، كاينين المغاربه والجزائريين والمصريين، ما كاين لا ماكله زينه لا ما نقي. واحد الفيديو من وجده دار البوز، وكيف ما تتعرفوا على الشوهه منين كتنشر دغيا كتشر. هذا الفيديو ديال واحد جوج بنات وكيتبين بانهم بحال دايرين عرس وتزوجوا وكتشربها الحليب والتمار ولكن من خرجوا في واحد الفيديو قال لك بان هذاك راه ماشي عرس وراه كان غير انيفيرسير عيد ميلاد وكانوا محتفلين بهذيك الطريقه، وقالت بانها راه عشيرتي ديال بصح. كيفما تتعرفوا على الاجرام غادي وتكثر، ومني كدور في مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى غير الكوارث، هالضرب هالجرح. وعليها خرجنا سولنا المواطنين واش متفقين مع الشرطه انها تخدم السلاح ديالها الوظيفي ضد المجرمين، وشوفوا شنو قالوا. وإلا كان شي مجرم خاطر يشري فيه ما يرحموش، وإلا كان إلا بيخدموا في شي حاجه اللي تافهه ما فيه اللي يتبعوه ولا يتهنى منه ما كاينش لاش، بيقتل تماك روح تولي داخل في الشطاب باش المطار. لا هما مترينين داكشي اللي في الجهه هذا هما يديروا، فهمتي؟ ماشي يخدموا السلاح، علاش يخدموا السلاح مالنا حنا في حرب؟ اش كاين ولا ما كايناش؟ وصافي هادشي اللي كاين، ما يخدموش السلاح، هذوك هما راه مترينين لونطريمات تبارك الله، واصلا المجرمين شنو غيكون شنو غيكون هذا المجرم؟ سلاح ابيض، جنوي كاع، ويحيي داليش. حسب وجهة نظري انا كنشوف بلي متفقة. وحتى لهنا الخبر ديالنا سالات سينا والخبر ديال السيمانة الجاية.